أرسل هدي المحمدي برنامج التعلم عن بعد لمادة الرياضيات الصف الثامن درس حجم الأسطوانة ومساحة سطحها، معكم المعلمة روزان المسافة. طبعا عزيزي الطالب، إحنا بالفيديو السابق تحدثنا عن حجم الأسطوانة، والآن سنتحدث عن مساحة الأسطوانة. لو أجينا بالمثال الموضح أمامك معتمدا على الشكل المجاور الذي يمثل أسطوانة، أجب عما يأتي. 1- أرسم شبكة تقريبية لها. طبعا يا مس، إحنا عرفنا أن الأسطوانة تتكون من قاعدتين ووجه جانبي، وهو عبارة عن مستطيل، فرسم الشبكة راح يكون كالشكل التالي: قاعدتين ووجه جانبي مستطيل. أما بالنسبة للفرع الثاني وهو إيجاد مساحة سطحها الكلية إذا كان نصف قطرها 7 سنتي وارتفاعها 16. هسا أول إشي بدك تحكي مس شو يعني المساحة الكلية للأسطوانة. طبعا المساحة الكلية راح تكون هي مساحة جانبية زائد مساحة القاعدتين، أو فيك تحكي لي 2 ضرب القاعدة لأنه عدد القواعد 2. طيب يا مس، شو هي المساحة الجانبية؟ المساحة الجانبية عبارة عن محيط القاعدة ضرب الارتفاع. ماشي، هسا القاعدة شو شكلها يا مس؟ حكينا قبل شوي. نعم، أحسنتم، هي دائرة. فأنت بحاجة إنك تتذكر ما هو محيط الدائرة. محيط الدائرة قد يكون 2 ن ق ضرب باي أو قاف ضرب باي. طب مس أي قانون أستخدم؟ حسب معطيات السؤال. ما أنت عارف نون قاف يعني نصف القطر، وقاف القطر إذا أعطاك نصف قطر أو قطر. أما بالنسبة لمساحة الدائرة فهي عبارة عن باي نون قاف تربيع. طيب يا مس، نرجع للسؤال اللي تحدثنا عنه قبل قليل. طالب هو المساحة الكلية. أنت عشان تحل المساحة الكلية يا مس راح تكتب لمحيط القاعدة الحل كالتالي، راح يكون نوجد المساحة الجانبية في الأول وهي عبارة عن محيط القاعدة، راح أستخدم قانون 2 ن ق ضرب باي، وراح تساوي 2 ضرب 7 ضرب باي اللي هي عبارة عن يامس 14 باي، أو فيك تعوض قيمة باي. تمام. أما بالنسبة هذا المحيط الدائرة، لا تنسى الجواب تحصل على المساحة الجانبية كاملة اللي هي ضرب 16، ومنه يامس راح تكون المساحة الجانبية، خلينا نحلها بدلالة باي، 224 باي. طيب نيجي إلى المساحة الكلية. المساحة الكلية راح تكون يامس المساحة الجانبية اللي حسبناها قبل شوي اللي هي 224 باي زائد 2 ضرب مساحة القاعدة اللي هي عبارة عن باي نصف القطر تربيع، يعني راح يكون عندنا 7 تربيع يعني 49، اللي هي نفسها يا مس هاي عبارة عن المساحة الكلية. لو إجينا كتبناها الكلية راح تكون 224 باي زائد 98 باي، والجواب النهائي راح يكون 322 باي سنتيمتر مربع. بنركز على انه وحدة المساحة راح تكون معانا بسنتيمتر مربع. تعالوا على تدريب رقم 2، راح اخلي الفرع 1 منه هي كواجب بيتي عليك. طبعا مش تطبيق مباشر على مفهوم المساحة الكلية. اسطوانة دائرية قائمة طول قطر قاعدتها، انتبه طول قطر، معطيك القطر 28 سنتيمتر وارتفاعها 3 سنتيمتر. جد مساحة سطحها الكلية، بدنا نكتب قانون المساحة الكلية، هي عبارة عن المساحة الجانبية زائد 2 ضرب القاعدة، ومنه هي مس راح تكون معانا. طبعا بما انه معطيني القطر فراح انوب على 2 ن ق اللي هي راح اعوضها 28، لانه 2 بنصف القطر بعطينا القطر، ضرب باي ضرب الارتفاع اللي هو 3 زائد 2 ضرب باي ونص ال 28 يا مس 14 تربيع، وراح يكون يا مس الجواب معك كالتالي 476 باي طبعا سنتيمتر مربع، لأنه هاي عندي مساحة. طبعا زي ما حكيت لك قبل شوي تقدر تعوض قيمة باي وهو نسبة تقريبية إلها 3.14% أو 22/7، تطلع الجواب النهائي طبعا حسب ما السؤال بده إنه يكون بدلالة باي أو لا سواء بالاختبارات. طيب
نيجي على المثال الموجود أمامك، أسطوانة دائرية مساحة سطحها الكلية 48 ومساحتها الجانبية 36، جد مساحة قاعدتها. أيضا تطبيق مباشر على مفهوم المساحة الكلية للدائرة. مش يعني ما في داعي مش أنك تفصل المساحة الجانبية بالضبط شو هي، من محيط قاعدة ضرب ارتفاع، ومحيط القاعدة 2 باي نون قاف أو 2 أو قاف باي. أنت مباشرة معطيك جوابها إن هي عبارة عن 36، المساحة الكلية 48 زائد 2 ضرب مساحة القاعدة لو فرضتها س، راح نحكي ناقص 36 ناقص 36 راح يطلع معانا 12 تساوي 2 س، نقسم على 2 يا مس، اقسم على 2، 6 تساوي س. طبعا 6 سنتيمتر مربع لأنها أيضا مساحة قاعدة، فبالتالي 6 سنتيمتر مربع. طبعا تدريب 3 رح يكون عليك واجب يا مس على نفس النمط. مثال 3 حبيت إني أحكي عنه يا مس لأنه بعطيك جسم أو مجسم مركب، يعني حلو هذا المجسم يتكون من مجسمين وهما الأسطوانة والمنشور، فطالب إنك تحسب حجمه. فأنت في البداية بحسب حجم يا مس المنشور، ثم بحسب حجم الأسطوانة، وبعدين بعمل على عملية جمع حجمهما وبطلع معانا حجم المجسم كامل. نبدأ بالخطوات. لاحظ يا مس حجم متوازن المستطيلات وهو منشور رباعي، طبعا متوازن المستطيلات منشور رباعي علقنا عليه بالحصص السابقة. راح أحكي 16 ضرب 14 ضرب 8 اللي هو قانون حجم المنشور يا مس، نفس الشيء. بعدين بيطلع معنا الجواب 1792. طيب هسا نيجي إلى الأسطوانة، طلعنا حجم المنشور، نيجي لها الأسطوانة. بدك تنتبه أنا بحاجة إلى قطر لهذه الأسطوانة، فقطرها راح يكون 14، لأنه لاحظ امتداد هاي الأسطوانة، يعني زي ما نحكيها من الحفة إلى الحفة، يعني من بداية المنشور لنهاية المنشور، يعني ماخذ عرضه اللي هنا 14 سنتيمتر. أمس حجم الأسطوانة أخذنا بالفيديو السابق اللي هو باي نون قاف تربيع في عين، بعدين اللي 22 على 7 ضرب 7 تربيع ضرب 10 بيطلع معنا 1540. حجم المجسم راح يكون عبارة عن حجم متوازي المستطيلات زي ما حكيت لكم قبل شوي زائد حجم الأسطوانة، يطلع معنا الجواب 3332 سنتيمتر مكعب، لأن وحدة الحجم هي مكعب. نجي لسؤال واحد من تمارين ومسائل. بس خذ لك 5 دقائق في حل هذا السؤال ونشوف الجواب مع بعض. تمام يا مس، راح يطلع معانا الجواب 280 باي سنتيمتر مربع، طبعا عوض قانون المساحة الجانبية باي قاف ضرب عين، اخترت هذا القانون لأنه معطيني القطر. بعدين بالقاعدة، مساحة القاعدة قسمت القطر على 2 لأنه قانون مساحة الدائرة راح يكون نصف القطر تربيع. طبعا عملت على أولويات العمليات الحسابية طلع معانا الجواب 280 باي سنتيمتر تربيع. هيك يا مس بيكون انتهى الفيديو، ويعطيكم ألف عافية.